مساكم الله بالخير. اليوم ان شاء الله بنروح بحيرة حاجي كالي بابا اسمها، اليوم بنروح لها وان شاء الله حنعطيكم تغطية كاملة. وكالعادة لا تنسون تضيفوني بالسناب وبالتيك توك وبالقناة، هم تضيفوني ما تقصرون ان شاء الله. واشكركم على دعمكم الكبير. خلكم مع القطوة. احنا وقفنا شوية هني عشان بنعبي المطارة شاي وان شاء الله ننطلق فوق بإذن الله. انا بين احضان الطبيعة، هذا داخل المكان اللي انا اللي كنت فيه عشان ناخذ مطار كنا نقعد شوي ونصور. هذا وش شلون من الشاي؟ طبعا مطارتنا هذه طولنا وايد، اخر شيء ولا يقول ما في شيء منكم يقول هذه كرم. اي والله قال لنا كرم. هذا المكان، هذه دعايه بلاش، هذا المكان عند ريد حاجي اغلو، هذا مو اغلو عفوا حاجي كالي اسمه.
التليفون طلع المكان كنا مصورينه قبل باليوتيوب. شو اسم المكان؟ اسمه دوسكوي. اي اسمها بحيرة حاجي كالية اتوقع شي اسمها. طلعت دوسكوي. يلا مو مشكلة، انا قابل صوتكم يا بالتليفون حين بالكاميرا. شوف الجودة طبعا هكون احسن. هذا المطعم ما كان فاتح قبل بعد كورونا، مع ان كورونا الحين خلصت، لكن يعني اقل من قبل. هذا هو المكان، ما شاء الله المكان اكسجين. انت ما طلع لكم بالكاميرا صورة بعيدة، لكن يا الله استمتعوا بالمنظر. شيء وناس تمسك. طب احط لكم موقع بالوصف، انا وين رايح حق الكره. طبعا المكان ما في مطعم هني، ما فتح، حسبته فاتح، حسبت المطعم فاتح لكن مو فاتح. فانتوا احسبكم تجيبوا معاكم سواء كاريوكم او غداكم، تجيبونه معاكم وتقعدون هني مع هالمنظر هذا الحلو. طبعا تقولوا اصل البحيره قدام، طبعا اللي تابعني قبل يعرف البحيره هو مكانها. احط لكم الفيديو راح تشوفونه قبل اللي هو سنه طافت شلون كان المكان. هل في فرق عن السنة الحين؟ في فرق عن الحين أو لا؟ طلع في حالات. هذه هي البحيرة. كاه من الأبقار اللي بيسألني أجاوبكم قبل تسألوني. بتقولوا لي شو اسمه يوسف، في فوق شيء عند دوسكوي. طبعا اللي بتعرفون أكثر شوفوا فيديو مع السنة طافت، راح أحط لكم إياه تشوفون تعرفون أكثر، لكن ما شفت ترى شيء حق الجلسات. إذا معاكم يعني زولية أو شيء حلو تجيبونها معاكم غداكم، تجيبونها وياكم وش ذي. ها 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 اي والله خفت والله. هذا خلي ساعدنا، هو تعال ساعدنا. اي والله هذا اخوه، بس هذه لازم نذبحها. بروح اجيبهم من هناك، شفتوهم؟ بروح اجيبهم. كلهم راحوا هناك يعطونهم اكل. كاهم كلهم مني، اسمع اصواتهم.
ربع ترى هذه هي صوتها شنو حصان سمعوها هذه اللي دقوا شين طحتني هذه حيمون بإذن الله قاعد يحشون فيني هذه مرتفعات قريبة شو وصلنا لها قريبة يم دوسكوي هذا المطعم راح ندخله الله يرضى عليك الله يرضى عليك يعني قدرت مشان له بهذا عادية مظلم صاير شوف مكان ثاني اكتشفنا مكان جديد كنا نازلين من مرتفعات كيباش شفنا هذا المكان هذا المطعم فيه وايد سياح حتى مثل ما تشوفون فرايحين نصور المطعم اذا عجبنا راح نحطه بالوصف باذن الله طبعا في بحيرة هناك اتوقع بسبة الغيوم ما راح تشوفونها طبعا في قعدات هناك في مثل البقالة اللي تشوفون هناك وفي جلسات طبعا هناك اول ما دخلنا من هناك كان في مثل درفة او شيء كذي راح نصور المطعم هذا شو طلع شو بقم بقم لازم اوكي زين يا سارة انقاد قبل هذا شنو؟ سوتي؟ سوتي لحم شنو سوتي؟ أنا ما قدرت أصور لكم الناس. هذه هي البحيرة. بين البحيرة. هذه هي ما أدري بحيرة. أتوقع البحيرة بحيرة أي. بحيرة. هذه. طبعا ما أدري إذا بين وياكم. لكن هذا مثل ما تشوفون لأن الحين ضباب. طبعا شفتوا هناك شلال هني خوش قاعدة خلنا نكمل سيدة هناك هني خوش جلسة يعني قريب يقعد شفت القعدة هني شوف 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 والله أوريكم القعدة وأحط مكان الوصف هضبطكم من مكان شوفوا بسم الله شوفوا تقعدوا هني مثلا جبال نهر هذا شوفوا كاف جبال النهر هذا ما ليش يعصب عصب يروح على البقر عنده صوبة والله
هذا فيه من عصر. أنا في واحد صاعد فوق هناك. أنتوا؟ نحن سوينا شو شر عليهم؟ عصب. إذا هذا إيش دخله بالوضع؟ هذا سحبوا عليه. هذا في اثنين. هذا حكم. شوف مثل ما تشوفون بينت البحيرة. هذا شيء كان ضباب هني. شوفوا. هذه. لكم هذا البيت المتواضع. هذا قاعد بروحه هناك عايش حياته. هنا في قاعدات هناك ورا. راح نشوف. هذا المكان السري اتوقع يمكن ما حد يعرفه. شلون تقول يوسف شلون اروح له؟ الموقع احط لكم بالوصف تدخلون تدون سيده هني. تدخلون داخل هني. هذا هو المكان. في قعدات على البحيرة اقصد. البحيرة. ما تشوفون هني. كاتك. كاهي البحيرة. صرت عندها. صرت عند البحيرة وقرنطين. شوفوا صرت عند البحيرة أنا. شوف المنظر. شوف المنظر يا الله. شوف المنظر ما شاء الله سبحان الله. طبعا في قعدات هناك تقعدون. في قعدة هني جبال النهر. طبعا هني ما حد يدري عنكم هناك. تقعدون جبال النهر. قعدة حيل حيل حلوة. هذه البحيرة. الله أكبر. طلعنا شيء شيء شيء. يا الله. طبعا حق في واحد سألني عن اللي صورتها اخر واحد هو شو اسمه دي اخر فيديو الغالي صورته كزر. اي في واحد قال لي شو اسمه المكان هل يصلح حق الكبار السن؟ هني ما يصلح ترى عشان اقول لك من الحين لان في مرتفعات صار انشذي وهذا فما يصلح. لكن قاعده خيال خيال القعده مثل ما تشوفون.